يعني من كتر ما بلزق هيسموني امير؟ بجتهد والله. ما تجتهدش، مش عايز اجتهاد، بلزق وخلاص. وانت ما تلزقش الناحيه دي، اتفضل روح هات لنا اتنين حاجه ساقعه عادي. اجيب اتنين تاتوله؟ تاتوله؟ اه اتنين تاتوله كده بشاليمو تقعد برنس. طب ماشي يا عم هات تاتوله. وعندك احلى اتنين تاتوله. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي حضرتك، ارتاحي وانا ثواني الزق لك السكرين اللي انت عايزاه. ازيك يا مخلص؟ عامل ايه يا مخلص؟ ايه ده؟ حضراتكم مين؟ اهلا وسهلا. الحياة حلوة؟ لا الحياة حمرة. هو حضرتك؟ جنكاس شايبوبسك نملة كيمة حنين اتربق اتفنشر كلاكس ولا عادة؟ انت كلاكس ولا عادة؟ هو ما قالكش فين بالظبط؟ انت مخلص؟ ايوه مخلص. امال مش فاهم ليه؟ فاهم بس عامل مش فاهم يعني. انت مش عارف احنا مين؟ انا حضرتك المطار حياة حلوة حياة حمراء سيدي. انا عزة العليلي عبد عزيز مخيون. عبد عزيز اهلا وسهلا. دي اسامي يعني بتحاولوا تتخفوا فيها. واضح انك مستنينا. طبعا يا باشا مستنيكم. الشنبورة في الجرنيطة بالعين كراكة. فين الاسطوانة اللي وقعت في ايدك بالصدفة؟ هو دي ترجمة اللي هو قاله؟ بالظبط كده. حضرتك مفيش حاجة في الدنيا دي صدفة أبدا. أنا ربنا وقع السيديهية دي في إيدي عشان أعرف اللي أنتوا بتعملوه والأسرار بتاعة البلد اللي أنتوا حاطينها والشخصيات اللي أنتوا عايزين تختلوها. إيه ده أنت عارف كل حاجة ولا إيه؟ طبعا عارف كل حاجة. بس كله بالحجارة. دبوا لبستك الجداح. هنديك 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ يمكن يا باشا لو انا ما كنتش شفت اللي موجود على السي دي كنت ممكن اخد اقل من كده، لكن اللي على السي دي ده مصيبه سودة. عايزين تبيعوا البلد ب 100,000 جنيه حتى وانتوا بتبيعوها مش عارفين قيمتها. يعني ايه؟ يعني يا باشا دي مصر يا باشا، ما ينفعش اخد اقل من مليون. مليون جنيه؟ لا مليون دولار. نعم. ايه مليون دولار؟ دي مصر يا عم. مصر يعني الاهرامات، يعني النيل، يعني الازهر بارك، يعني حديقه الحيوان بالجيزه. انت بتتكلموا في ايه؟ ايه يا عم انت بتساومنا ولا بتنشط السياحه؟ هتدفع المبلغ هديك السداهيه، مش هتدفع المبلغ السداهيه موجوده في مكان امين، ولو حصل لي حاجه هتتمرمطوا. ولعلمك ولعلمك عبد الرحيم علي لو خد خبر بالسداهيه دي في الصندوق الاحمر بتاعه هاي مرمطكم بقى. انت مخلص انت؟ ده انت طلعت اوطى مننا. جنكاس شايبوبسك نمله كيمه حنين التربق اتفنشر كلاكس ولا عاده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه ده انت مين؟ سمعتي ايه؟ انا سمعت كل حاجه. لا 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 سمعت كل حاجة. انت كنت عايزة سكرين. السكرين بتاعتك اهي جهزت حضرتك، اتفضلي. ومش عايز ال 15 جنيه. يعني ايه؟ يعني ايه اسمع مؤامرات واغتيالات ووطن بيضيع وصفقة بمليون دولار وتقول لي خدي السكرين؟ عايز نموت ضميري؟ امال عايزة ايه يعني حضرتك؟ انا اسمع سيرتي فلوس اتجنن. انا عايزة نص مليون. نص مليون جنيه؟ نص مليون دولار. نص مليون دولار ليه؟ وانت عملت ايه يعني؟ وانت عملت ايه يعني؟ انا الصدفه وقعت السي دي في ايدي، وانا الصدفه خلتني اقعد هنا واسمع. يا بنت ال هي معاك في الليله ولا لا؟ ماشي افكر. لا فكر بسرعه. سي دي زي ده عبد الرحيم علي لو شم خبر عنه هيدفع عمره كله عشان يعرضه عنده في برنامج الصندوق الاخضر. فكر كويس ورد عليا بسرعه. سلام. ولا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟